السلام عليكم الإخوان، أهلا وسهلا. حلقة جديدة. قبل ما نبدأها بغيت نتكلم على الحلقة ديال أمس. الحلقة ديال أمس راني مسحتها أنا، ما طلبوش مني المشاهدين، ولكن حسيت بهم لأنهم ماشي نقول لك البعض ولكن الكثير منهم ما عجبهمش الحال. علاش؟ لأنني تكلمت على إلياس المالكي وتكلمت على الأمازيغ، وتكلمت على الأمازيغ بكلمة طيبة، ما قلت في حقهم حتى شي حاجة، قلت بأنهم خوتنا وحبابنا وهذه. ولكن هذا موضوع حساس، هذا موضوع لكل واحد وكيفاش كيحس به. أنا مع الأمازيغ والعرب والمغاربة، كلهم مغاربة. ما عليناش، ما نطولوش في هذا الموضوع، لأن البحثت واحد التعليق ديال واحد الأخت عزيزة عليا، متتبعة محترمة جدا، ما عمرها كتبت ليا بدون تعليق. نكتبت الكلمة ديال بدون تعليق، حسيت بأنها ما عجباش الحال، وكاينين بعض منهم المهم ماشي مشكل. أنا حيدت هذاك الفيديو باش ما يكونش هذا. دابا غادي ندخلوا للمسقي. المسقي ما كان غير المغرفه وسقي مع راسك كما بغيتي. غنتكلموا على سي محمد الشيخ الفيزازي. الفيزازي اللي وليت انا شخصيا مدمن على اللايفات ديالو في الاونه الاخيره، وليت ما كاينش شي لايف ديالو ما كنتفرج فيه، ما كنشاهدوش، واخا ما نشوفوش في يعني في البث المباشر الغد ليه كنتفرج في الحلقة ديالو كاملة. للأسف أنا عارف السي الفيزازي راه كيتفرج في الحلقات ديالي. بغيت نقول لك السي الفيزازي زعما إذا كان ممكن دير واحد ديكالاج في الوقت ديال اللايف ديالك، لأن عارف أن نتايا حنايا من المتتبعين، وكاين الناس بزاف ديال المتتبعين ديال التحفة اللي كيبغيو يشاهدوك ويتصنطوا ليك ويستافدوا منك. غير هو تقريبا كيجيو اللايفات ديالكم في وقت واحد، هذا هو اللي كيجعلنا باش نتفرجوا في اللايف ديالك، يعني في واحد نص ساعه الاولى حنا معاك. ملي كيبدا اللايف ديال التحفه كنمشيو عند التحفه، كنتمناو زعما باش يكون واحد ديكالاج، لان وكا كان تحفه مثلا هو اللي جا من موراك وكان غادي نخاطب تحفه، يعني هو التوقيت ديال التحفه راه ديما كيديروا مع 9:30 كيكون اللايف ديالو. ما عليناش، ندخلوا كما قلت لكم في المسقي. المسقي كنشكر بعدا اول حاجه سي محمد الفيزازي على الكلمة الطيبة اللي قالها في حق بعض القنوات منهم أنا. تكلم على بعض القنوات، تكلم على المحفوظ، قناة المحفوظ شكره مزيان، تكلم على إلياس نيوز، تكلم على مغربي في بروكسل، تكلم على شي وحدين، مهم كاين شي واحد ما عرفتوش انا الشرقاوي، غادي ندخل نبحث عليه بما انه شكروا السي محمد الفيزازي، الا خصني نشوف هذا السيد هذا. منهم انا تكلم عليا انا بواحد الكلمه طيبه، وقال لك بانني انا من الانصار، يعني كندافع على التحفه بزاف. ايه هذا شرف ليا، ما عنديش مشكل انا، ولكن انا بغيت نقول لك سي محمد الفيزازي بانني كل واحد يقول كلمه الحق ومادام غادي في الطريق الصحيح الا ورحنا معاه، واي واحد كان غادي في الطريق الصحيح ومن بعد ديفيا راه كان ديفيو معاه، سواء كان تحفه سواء كنت انت سواء كان اي واحد، يعني مادام بنادم كيهضر في كلمه حق كما بغات تكون الطريقه ديالو، كل واحد والطريقه ديالو ديال يعني باش يتكلم، باش كيدير هذا المحتوى ديالو، كاين اللي كيديرها بطريقه فكاهيه، كاين اللي كيديرها بالعافيه، كاين اللي كيديرها بواحد الاسلوب اللي الدق وبالادب بحال اللي كدير انت السي الفيزازي، مع كل الاحترام ليك زعما تبارك الله. طريقه انا ما كرهتش انا نتعلم منك الطريقه ديالك اللي كدير تبارك الله عليك. ندخلوا كما قلنا في نسمعوا بعدا السي الفيزازي شنو قال حقي. الأخ بوستا نيوز ويبدو أنه من المناصرين الأشاوس الأشداء، مناصرين بقوة وبشدة للأخ تحفة. الحمد لله، هذا شرف ليا، مرحبا. كما قلت لك انا مادام غادي في الطريق الصحيح تحفه، ويعني وكيدافع على بعض المناطق منهم سيدي سليمان، هانتوما عرفتوا شنو وقع، هما ولاو دابا الاعتقالات، ولاو بزاف ديال الحويجات في صالح الساكنه وفي صالح
الناس ديال سيدي سليمان ما كرهناش يدوز لينا حتى لشي منطقه اخرى عاوتاني ويعري باباهم. هذا الشيء اللي كنتمناو. السي الفيزازي تيتكلم على الوقفه، وهذا هو الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه اليوم. انا كيدير واحد الشرح، واحد تفسير دقيق لكل كلمه تقالت، يعني في الوقفة تضامنية مع الصحفي حميد المهداوي، الوقفة اللي دارت نهار الجلسة النهائية ديالو ولا الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. كانوا شعارات اللي الناس بزاف ما حملوهمش، منهم أنا، لأن شعارات ضد الدولة، ضد يعني، ولكن للأسف ما شفناش شي حاجة اللي يعني من القضاء ولا من الامن ولا من شي حاجه اللي تدخل في هذه المساله ديال هاد الشعارات اللي كتمس بالمؤسسات وكتمس بالدوله وكتمس بالشعب المغربي وكتمس بهذه. ولكن لو كان شي واحد فيهم دار هذا التفسير اللي دار السي الفيزازي لألقي القبض عليهم جميعا، هذه ما فيهاش شك. لو كان شي واحد حط شي دار شي شكايه بهاد الناس ولا بان راسي يسبوا في الدوله وتيسبوا في العدل، ما تنقولش وزاره العدل ولكن تيسبوا في العدل، يعني مادام تيسبوا في العدل كيسبوا في القضاء، تيسبوا في يعني في الحريات ديال البلاد، في المؤسسات، في السلطه، في كل شيء. ولكن هاد التفسير اللي دار سي محمد الفيزازي راه كافي. اذا كانت القضاء باغي دير شي اجراءات ضد هاد الناس، وكنتمنى دير اجراءات ضد هاد الناس، لان في اليوم اللي كانت فيه الزياره الملكيه وكان ضيف على المغرب اللي هو رئيس الجمهوريه الفرنسيه، في نفس اليوم هما واقفين وكيسبوا يعني تيعرقوا العدل والدوله المغربيه. دونك هنايا بقاو معايا باش غادي نسمعوا السي محمد الفيزازي وما قاله وما شرحه بكل ادب واحترام، وما تقللش الحياه حتى على شي واحد كما كان شي واحد يقول له السي فلان السي فرتلان. ولكن للاسف شنقول لكم، هاد الناس هادو راه خصهم يلقاو لهم حل. نسمعوا حنايا كل كلمه تقالت ولا كل شعار تقال في ديك الوقفة. هي كلمة واحدة، العدالة فاسدة. هي كلمة واحدة، العدالة فاسدة. كنزيد نأكد عليها، سمعوا شنو قالوا في الشعارات. هي كلمة واحدة، العدالة فاسدة. السي الفيزازي غادي يشرح لنا هذا الشيء. هذه العبارة كنت قد علقت عليها من قبل، ولكن إذا تكررت في الإعادة إفادة. هنا تناقض بليغ، تناقض قبيح. العداله فاسده، لان العداله لا يمكن ان تكون فاسده. الفساد هو الظلم، الجو فساد هو الرشوه، هو الهدف. اما العداله، كلمه عداله من العدل، قسطاس، اعطاء كل ذي حق حقه، يعني الانصاف، لا يمكن ان تكون فاسده. العداله لا يمكن، طبعا هم يقصدون بالعداله يقصدون القضاء المغربي برمته من اعلاه الى ادناه. بالمناسبة أعلاه وملك البلاد هو الرئيس الفعلي لجهاز القضاء والنيابة العامة برمتها. إذا عندما نقول العدالة فاسدة فهذا شيء خطير. يعني لو أنهم قالوا مثلا هذه الدعوة المهداوي فاسدة، انعقاد هذه الجلسة فاسدة، هذه المحكمة. دونك سمعتوا هنايا راه قال الكثير، وكنتمنى باش تدخلوا عنده يعني اللايفات ديالو وسيرتو هذا اللايف هذا باش تسمعوه مزيان. انا ما غاديش نحط لكم كلشي داكشي اللي تقال، فهمتي، باش نخلي يعني الفيديو ديالو يتفرجوا فيه الناس. واعتذر من السي الفيزازي لانني كنعرض هذا كما تنقولوا هذه المقاطع ديالك. آخر شعار آخر، المهداوي ماشي وحده مع حنايا كاملين. شعار آخر، المهداوي ماشي وحده، حنا معاه كاملين. المهداوي ماشي وحده مع حنايا كاملين.
صعب انك تجرب زيد السنين ولا نعرف. ما نقولوش الحبس ابدا ابدا، ما نقولوش الحبس. لكن كوني ما نقولوش الحبس، انت يبدو انك من الحبس، كانك تحمو بل تزحف بل تسعى تسرع الى الحبس، كاننا نحن كنعظك قل كون ترجع له انت شمر شمرت على 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 قدميك من اجل الدخول الى الحبس اقرب وقت. هذا شيء اخي رحمة بيك. كما قلت لكم ما نطولش عليكم، انا بغيت نعطيكم غير يعني مقتطفات من هذا الشرح هذا ديال كل شعار تقال في الوقفة التضامنية مع الصحفي حميد المهداوي في الجلسة الأخيرة اللي دارت نهار الاثنين 28 في هذا الشهر هذا في هذا الشهر اللي فات. سمعوا شعار آخر، واك واك على شوها نقولها ونزيدها المحاكمات المشبوهة، واك واك على شوها شوها المحاكمات المشبوهة محاكمات المشبوهة واك واك على شوها. أنا أظن أن الشوها هي التي يفعلها هؤلاء الناس أمام المحكمة، أظن أن هذه الشوها. ولكن ما معنى كلمة شوها؟ شوها جاية من التشوه، شيء مشوه يعني خرج على فطرته وعلى جماليته وعلى أصله فأصبح مشوها يعني غير مقبول لا للنظر ولا للسمع ولا لللمس ولا للشم، مشوه مشوه مشهد مشوه منظر مشوه يعني هذا هذه شوه تشويه يعني الخروج بالمسألة عن طبيعتها وعن أناقتها وجمالها وحسنها وإدخالها في 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 قالب من ال من رآه اشمأس وأصابه الخفيان والانبعاث على القيء أعزكم الله، لأن المنظر مشوه. شوف كيف؟ وكوك هذا الشوه، أين هي هذه الشوه؟ طبعا المقصود الشوه هي انعقاد هذه المحاكمات للسي حميد المهداوي، انعقاد هذه المحاكمة من طرفي وزير عبد اللطيف وهبي، فهذا أمر شوه شوه أمر مشوه، لأنهم فيما يقولون وفيما يزعمون انها محاكمه لصحافيين حر. وبدل ان هادشي خطير، هادشي والله الا بالله التفسير هذا اللي زعما شحال الواحد دابا سمع شعارات كيجيوه عاديين كيقول بان داكشي المهم ما يتسوقش ليهم هذا، ولكن ملي كنمشيو لهذا التفسير الدقيق ديال الشيخ الفيزازي راه كنتمعنوا في هذه الشعارات وكنعرفوا القصد ديالهم هما فين غادي، كنعرفوا القصد ديالهم فين غادي. أي حوارات للاستغاثة وك وك أهل شوها نقولها ونزيدها أما خير من حد لا نتردد، نحن مصرون نقولها ونزيدها يعني نقولها ونزيدها ونحن نلح على أن هذه تأكدوها خلاش شنو غنديروا لها شوها ونص وك وك على شوها نقولها ونزيدها محاكمات المشوها محاكمات المشبوهة. كلمة مشبوهة، مشبوهية علامة استفهام كبيرة فوق منه، علامة كبيرة علامة استفهام وتهجو كبيرة على هذه المحاكمة، كأنهم يقولون عيني في عينك أيتها العدل ماذا تريدون أيها القضاة ماذا تريدون بهذه المحاكمة؟ فأسكم شي حاجة تريدون إسكات الرجل، رجل لم يأتي بشيء، رجل مظلوم، هذه محاكمة مشبوهة ليست واضحة ناصعة، الرجل لم يقل شيئا ولم يفعل شيئا لكن رجل حر هذا هو حر. ثم قالوا بارك بارك من التهميش من التهميش من الفساد من الاعتقالات من سمع قالوا بارك بارك من التهميش من التهميش من الفساد من الاعتقالات من الرشوة من الحضرة. سمع الدولة هذه الدولة بالنسبة هذه المفردات ديال هذه الدولة فاسدة اللي بدوها من الأول قالوا واك واك هي كلمة واحدة هذه الدولة هذا دولة فاسدة. هو يشرح ما معنى فاسدة يعني تفصيل هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة هذه الدولة قالوا هذه الدولة رجوة هذا العنوة الآن التفصيل أين هو البركة يعني يكفي دراري إخواني أخواتي غادي نزيد لأن بغيتكم تفرجوا في اللايف ديالو هو شخصيا، أنا بغيت
ما نطولش في التفسير ديال هاد الشعارات هذا، لان تكلم يعني كل شعار عطاه تقريبا حتى 15 دقيقه ديال الشرح كل شعار. نسمعوا شي شعار اخر من الشعارات اللي تقالوا. حقرة هي احتقار لا قيمة له، حقرة لا شأن له ولا قيمة ولا مكانة ولا منزلة ولا حرمة نهائي، يعني لا يساوي شيء. هي حقرة، الشرح ديال الحقرة احتقار المواطن، وأن يكون المواطن في أعين الدولة. وهذه وهاد القضية ديال الحقرة راه تكلمت عليها قبل، نهار اللي خرج الكاسول الزروالي قال لينا، قال في واحد اللايف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالهجرة حيت تحقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جات المناسبة فاش نسمعوا من فضيلة الشيخ محمد الفيزازي ما معنى الحقرة، ما معنى الحقرة؟ صفر. حقرة هي الاحتقار لا قيمة للمواطن، لا شأن له ولا قيمة ولا مكانة ولا منزلة ولا حرمة نهائي، يعني لا يساوي شيئا. هذه الحقرة، المواطن يجي قدام موظف فينظر إليه بازدراء يعطي شيك لا ولا يحيي لي بطريق، احتقار. هل هذا صحيح؟ قوموا معي إخواني أخواتي، سمعوا شي شعار آخر، لأنه راه تكلم في شرح مطول، وأنا ما بغيش نستغل اللايف ديالو باش نعرضه أنا عليكم، لا بغيتكم تدخلوا وتسمعوا لي هو. أنا بغيت غير نوضح للأمن وللقضاء المغربي، إلا كنتوا باغيين تعرفوا الحيتيات وتعرفوا شنو تقال في هذيك الوقفة بشرح كامل، ها السي الفيزازي كيسهل عليكم المأمورية. سمعوا شعار آخر. يا سير، بغينا قضاء الحريات ماشي قضاء التعليمات، بغينا قضاء الحريات ماشي قضاء التعليمات. هكذا أن القضاء المغربي أولا لا يعرف بالحريات ويحارب الحريات ويعادي الحريات ويمشي بالتعليمات. التعليمات هي قالوا القاضي عطيتهم شهر، قالوا القاضي يرد بالك هذاك عطيها، قالوا القاضي هذاك مرة أو. يعني هنا يا سي محمد الفيزازي كيشرح لنا بان هاد الناس هادو ما تيامنوش بالحريات، وكيقول لك بان القضاء غير بالتعليمات، يعني المحاكمات اللي عندنا هنايا في البلاد في المغرب بانهم كلهم ماشي القاضي اللي يعني ماشي قاضي اللي كيحكم، ولكن كيجيوه تعليمات من الله اعلم شنو تيقصدوا بها هما. هاد الشيء كما قال سي محمد الفيزازي بانهم كيشوهوا الصوره ديال القضاء في المغرب والعدل في المغرب. هذه راه هادشي خطير، خطير جدا، خطير جدا. كنتمناو باش كلشي يهضر على هاد المساله هادي. هاد الناس راه كيطعنوا في البلاد ديالنا، ما انا ما كنهضرش على المهداوي ولا المهداوي، كاين القضاء شغلو هذاك اللي فهمتي اللي يحاكموا هذا، ولكن هاد الناس اللي على برا ديال المحكمه، هاد الناس اللي على برا هادو. وما نزيدوا حاجه اخرى، هاد الناس راه جاوا بنداء من 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 الصحفي حميد المهداوي، نداء على موقع بديل اللي دار وكينادي وكيناشد عباد الله باش يجيو يوقفوا في هاد الوقفه هادي باش يتضامنوا معاه. وهاد الناس هادو كاملين معروفين ومحسوبين، معروفين كلهم، باينين شكون هما هاد الناس هادو. تيقولوا بانهم حقوقيين، بانهم جمعويين، بانهم كاينين حتى الناس ديال القنوات، كاينين الناس اللي جات واحد السيده من سيدي عدي حتى هي داخله معاهم، تكلمات ولا ما تكلمات ولكن راه حاضره في الوقفه، كاينه موجوده، يعني حتى هي راه داكشي اللي تيقولوه راه هي مامنه به. دونك حنا ما شوف سمعوا السي الفيزازي، سمعوا المعقول. وكنتمنى من الاخوان والاخوات كاملين يدخلوا عنده اللايف ديال ول البارح، هذا ماشي ديال البارح، ديال ول البارح، يعني هما ديال البارح هذاك خلاص، هذاك
ديال البارح اللي كيخرج ليه الحقوق ديال مراكش، كيخرج ليه الحقوق ديال مراكش اللي كان هو اللي كان هو بوق في ديك الوقفه، كان هو بوق يعني كيهضر بواحد الصوت عالي مرتفع، وحتى واحد الساعه السيد ما بقدش يكمل وجابوا له قرعه الماء شربها باش يكمل يعني باش 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 يكون مسوفلي. وهذا الشيخ الفيزازي ما كيعرفوش، هضر على الوقفه هو هضر على كل الناس كاملين، ما جبدوش بالاسم. ناض خرج البارح كيتعاطى معاه وما خلى ليش، واش اقول لكم، جبد لي عيالاته، جبد لي حياته الشخصيه، جبد لي هذه. ولكن السيد الفيزازي ذكي بزاف، الرد عنده واحد الرد سليم، واحد الرد اللي كنتعلموا منه حنايا، كنتعلموا منه كيفاش نهضروا، كنتعلموا منه كيفاش نهضروا بواحد البروده، واحد الرد اللي ما تجرحش بنادم وما يعني ماشي ما تجرحوش، يعني ما تسبوش وما تقذفوش، اما راك الرد راه كيجرح، راه كيجرح اللي كان بنادم كيفهم. هذاك حتى تدخلوا وتسمعوا ليه بانه عطاه البارح في ذاك اللايف ديالو. وهنا كنشكر سي محمد الفيزازي اللي صراحه باسلوب راقي، باسلوب يعني محترم جدا، ما كيسب وغادي يتابعوا قضائيا. هذاك هذه مش عجبني انا، هادشي مش عجبني انا. فضيلة الشيخ محمد الفيزازي قال لك انا ما غاديش نتعاطى معاه ولا غادي نسبه ولا غادي نقول له باش ما يكونش هذاك السب متبادل ولا شي حاجه، لا انا غادي نلتجئ للقضاء والقضاء راه غادي ينصف هذه المساله هذه. دونك الى هنا اخواني اخواتي، ما بغيش نطول عليكم في هذه الحلقه هذه، دخلوا عند سي انا غادي نحط لكم هنايا الرابط ديالو، واللي ما كيعرفوش ولا يدخل عنده. وواحد باش ما ننساش انا واحد التعاليق البارح عنده في اللايف، تفرجت غير في ديك تقريبا نصف الساعه الاولى ديال اللايف ديالو، اش نقول لكم، شي تعاليق ديال شي وحدين منهم هذيك اللي ما عرفت واش هي ولا هو، ما عرفتش انا واش هذا شي حاجه برنسيس ولا ما عرفت شنو. هذيك هذاك برنسيس، هذيك هذيك هذاك راه غير واحد الكونت ديال شي واحد، يقدر يكون هاد الحقوق، يقدر يكون شي واحد منهم هو اللي داير ذاك الكونت وتيشبع سبان في هاد فضيلة الشيخ. وهذه راه عيب وعاركم تفرشوا، راكم تفرشوا اخواني اخواتي. السلام عليكم.